بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان، آمين يا رب العالمين. بنيرين بارز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفدمو هميدة متوا خير وخوشي بت إن شاء الله. بلي أفريكا شك دير قلب وبتك بين شمكيني أمت هيبك دنا هيبك بيرهاتنك مظنيت دهي هيبك كو بر خير ورحمت ببشرتي هاتي فريكرين كو أوجك اتكبتا بيرهاتنا بونا بيغنبري عليه الصلاة والسلام چان روجك اتموين أف بيرهاتنا ديب سر جيهانا إسلامي دا إيت چان روجك اتموين ادفت أمجي نوقي بين اتنفسيرتا بيغنبري عليه الصلاة والسلام إش صفات وسمات توي ور بگرين دا أفريكا بشن كاروان الدنياي قناغ الدنياي بخير وخوشي بسلامت بورين حتى بقهين بردسي خوي تعالى. أفريكال دور محاضرة كربابتك دور نوفو نيشان كيف نكون أوفياء للنبي عليه الصلاة والسلام. أم دي چه وفاداري في پیغمبري بين عليه الصلاة والسلام، أم دي چه سر مواجبة أم چبكين، أم دي چه حق پیغمبري عليه الصلاة والسلام سر خوراكين، دي چه باشي پیشوازي في برهاتنا هنيكين، هندك معانينا هندك پیوين هندك قوتنن. أم دي بو بنارد خو بحسكين وروهن كن إن شاء الله ببجهي مفو فايدة إن شاء الله. پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيتا هشمارتن إنه رمز دينيا للعالم كو أوا يعني نوفدار پیغمبر عليه الصلاة والسلام رمزك نيشانك آلايك. وقت بحسي پیغمبر عليه الصلاة والسلام تذكرين الهرج هكي هبت جهد أو كسيكو قليد بت تظانت أفا كسكي دين دار بي كسكي روحانياتي بي قالك برزو بلند بي كسك بي يعني اموش غوريش دفخو تعالى بويت هات كسك بي وحش اسماني بويت هات خاري اجبر هندي بصانهي سرنا بورن اتسكنن هزرا خودكن تفكرتكن كا چه پیوید گوتي اف محمد عليه الصلاة والسلام چه اموش غوريت كرين داوروكا اموال گرين. وقت خو تعالى بيشت لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما في پیغمبري فريكري طيبت بوا خمو نخوشي و آزارت وا كيم بكت ما بوا فريكري دا رحم و دولوواني نشوابدت ما بوا فريكري دا اخلاق و روشتت برزو بلند سرهندي وا پرورده بكت ما بوا فريكري دا قناق دنيا البروا صانهي بت اجبر هندي ما فريكري و قالك بوي خما اف پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت نخوشي آستانگ ريگر هبت جانا ودا قالك بوي خما او آستانگ او نخوشي بو صانهي كد هذا صفتي پیغمبري عليه السلام هذا هنورتي پیغمبري عليه السلام اجبر فون اقلت هنينة يا سبحان الله. بشك باحث و مفكر و فيلسوف و زانا و روشنبيري جيهاني جيك سر ريدان و سيرت پیغمبري عليه السلام يساكنين يتراوستي اين شهدكية داين كو أف كسا كو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أري قدر وقيمته چند چند بهاية چند بريزة دهافر كامل برتوكت خوب نميسان دينت خوب بحث بكين بيشك أوجك شهدكية خوي داين اتناف برتوكا دو كتابة دا تعريفات خود اتنميسان أفا كينا أفا أو كسن كو نمسلمان أو كسن الروش آفاي هاتنا سر دنياي الويري پرورده بينا الویری همیشه بوهات در حق اسلامت ورگرتین و خواندین و چوی سریوانا ده بلکب دهان سال دجاتی اسلامت کرین بلکب دهان سال دجاتی شخصیت پیانیه اوه کید بیشت کارل مارکس اوه دولت روش آفای الویری پردورده بیه الویری مزم بیه الویری علم و زانین خواندی الویری تخرج بیه دیرش دولت اسلامی دیرش مزگفتی و دیرش مجالس علمی و زانین اسلامتی دیرش وانا بشتينجي وقت سر سيرة پیغمبري عليه السلام هلبي هذا أول شهادة كيدت مصطرين كسي جيهاني پیغمبري عليه السلام بيجد بشت والذي والدين الذي جاء به إشخوانا خاصمة أو ديني كو پیغمبري عليه السلام بوي بانقوازي كري بوي نامخوت على قهان دي أكمل الأديان كامل ترين دين ديني إسلامات يد بيجد مخابن أفريكا هندك مسلمان أفريكا شبهات السريوانة ده و حتی بگو بجی در نکتا و شور سر نکر که او شبهات تنیش سری خوابینید داری او اول کس دین خوی اسلامتی
بخلت جاربار والعياذ بالله القلم ادت بل كنت بيجي الدين ديني ديش بلي ديني اسلامتي عدالت بترت نافوان اديان الدين ايش خو حريه وازاده ناف ديانه الدين نت ناف ديني اسلامتي ديا سبحان الله چند ضعفه چند انهزامه چند پاش و مایه اف مسلمانه وقتی وان اخفتنات بیجد اون وان شبهات تنید سریده حتی ویگا به چهار سر نبیو در نیخسته چند کچی کنه افریکل کلیه و جامعات شرم کت حجاب کت برخواه چند جحیل هنه افریکه هر دیسانه لوان کلیات و وان جامعاتا شرم کت وقتی به دمی بانگی نویجا خواب کت سبحان الله او کسانه که روش آوایه اود بیجد کامل ترین دین دین اسلامتیه بهاترین پیغمبر و قدرترین پیغمبر علیه السلام محمد علیه السلام ام لم یعرفو رسولهم بل هم له منکرون ما حتی بگو به پیغمبری خون واس نکرنا مسلمانا ما دیف جیان ناماین نچونه ما مواقفی توی بوانه نهاتیه گوتن ما سیرتاوی نخواندنه دابزانن محمد علیه السلام کیه زانای اگدید بیجد نوی توماس كارليل بيجت إن العار أن يصغى الإنسان بيجت شهمزارية كيموسية عيبدارية بومروفي أفريكا وقت قول فون شبهات هانيت بدر حق ديني إسلامتي وقت دجمن نيارد بيجن ديني إسلامتي نحقة ودبيجت وقت بيجن محمد عليه الصلاة والسلام نسر حقية بي بيجت أفون صحبت هاني وقت تدقوه مروفي ده بیشت کیموسیه با مروف وقتی مروف گولید بد بیشت دویت مروفش وی مرحله هانی بورید او عیب داریه حتی کنگی وان صحبت هنی بید گوتن حتی کنگی وان شبهات هنی بدیف پیروسترین دین بیت ودان حتی کنگی وان شبهات هنی بدیف پاقشترین پیغمبر سری عرده دیف سمعت و اخلاقی بید دان او کی ود بیشت؟ توماس کارلیل ود بیشت بیشت دویت مروف افریکاش وی مرحله هانی گلک بورید عیب داریه میرو بگر تناظریه بکد و گوه داریه بکد و سری خواب چمیند و بیجد تمام و درسته بیشت و کیماسیه بمرووی نخواستم غاندی چد بیجد بیشت انا مقتنع بیشت من قناعتک تمامی هی که دینی اسلاماتی بشیری و بطرسی و بکشتنی بلاوه نبیا بیشت بیشتی من سیرت و پیغمبری علیه السلام خواندی سر مواقف و ریدانی پیغمبری علیه السلام سکنیم گود بوم دیار بی بیشت هین زانین او چه اگره چه سببه که اف دینه بربلاف کری اف دینه همی چار آل دنیای وگرتی ات بیشت او بی سماحت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هندی و هند لی بور بی اش خلکیت بوری مع دقته و صدقه بالوعد و اخلاقه و اتباعه و شجاعته ات بیشت هندک مواصفات پیروز الفی کسی ها بین که محمد علیه صلی اللہ علیہ وسلم بیشت افان صفات هنه او ری خوش کر که اف دینه چار آل دنیای وگیرد دشت نه شیر بی، نه کشتن بی، نه ارهاب بی، نه ترس بی مخابن هر دیسانه حتی بگوه گل اک مسلمان افریکا هر شبهات چکی و کشتن و ارهاب و خون ریتن تید سری میرو بیده، تید سری بیده وقتی گل فرموده که پیغمبری بیت علیه السلام وقتی زانایی که عالمه که مصلحه که عرده که کشک و دیوانه که بحثی دی وعظی بکت نصیحتی بکت دیانتی بکت او مسلمان حتی ویگا ویج احتمالا هندک شبهات سریدنه در نکتنه که افریکا باش دین خوناس نکره اشوی و راسته اگر دین اسلامتی دینی دنیای وگیرد دی هنگی مطرسی پیدا بد حتی افریکا هندک شبهات و ساد سری خلکی دنه زانا یک دید بیجد کناوی تولستوید بیجد ان محمدا من عظماء الرجال محمد علیه السلام بیروسترین کسا الذین خدموا المجتمع الانسانی او بتنی و کسانی توکوی بتنه به هفرک او ان خزمت بو بشریت ایکری و یکفیه فخرا فخر و شانازی بوی بو اتباع ویجیک انه اهدا امتا برمتها الى نور الحق امتک تمام بیگ و اینا سر حقیه بیگ و اینا داخلی روناهی کر بیگ و شبهات و ضلالت و خرافت و طارستان دره خست بیشت فخر بو بی کسی کناوی محمد علیه السلام بیشت او بی اب اگرو زانين و هزرو بيرت محمد بي عليه الصلاة والسلام كو دنيا تنايك بوي چه بي امناهيك بوي چه بي خلق چكي داهلا دستاش چكي داهلا چك دين آله كي اشنيكا هزر بو تعايش و لبورين و پيك وجياني كر
بيشتب أجري هاتنا محمدي عليه الصلاة والسلام برنارد شوت بيجت إن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ستسود العالم بيجت أزل بي بوريما تاك ديانت تاك شريعة كود الدنيا همية فكرت كو شريعة محمدية عليه الصلاة والسلام بيجت بوشي بيجت لانسجامها مع الفطرة شمكيني أو قالك تقنجد قال فطرة مروفي قال عقل مروفي قال حكمته هزر بيرت مروفي بيش بكيني أو نزيك ترين يعني تشتبو فطرة مروفي بو عقل مروفي جهد مروفي استعابت كت جهد مروفي ورد قلت بيش دفش برهندي أف دينا دي سران سري دنيا فقلت كوفا داريوما أفريكا بو في بيغمبري عليه الصلاة والسلام كوفا داريوما أفريكا بو في ديني كوفا داريوما بوان او موشغوري المكري وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشت بلغوا عني ولو آية اري ام وفادار بينا و پیغمبري ما او آيات گهاندنا دورماني خواه ما گهاند مجتمعي ما گهاند مروبت خواه دي ساني برنارد شد بيشت لو تولى امر العالم بيشت اگر محمد عليه الصلاة والسلام افروكا در فتبو چيبت اگر ساخ با اگر او قيادة دنیا كربا بيش لن تهد كل مشاكلنا دا قضاء سر همي أستانغو نخوشي و گرفتو و مشاكل اكت أباب شهدكيا وي كسي كونا مسلمان وي كسي كو بس منصفة منصف كيا كو راستي بيجت راستي نقلت كت بلا نا مسلمان جبت بس او بوي وصاي ديار بيا بشتي وقتي سيرتا محمد عليه الصلاة والسلام خاندي لا مارتين بيجت من يجرأ على التشبه بمحمد عليه الصلاة والسلام أو كيات خورت بينت أفرك خوبين تريزا محمد عليه الصلاة والسلام أو كيات خورت بينت خوبين تبي أستي ريزا في كسي في مروفي في مفكري في عملاقي كيت شيت يا سبحان الله أبا أون أبيت نمسلمان أو أبا ديرن إش مزقفته ودينش مجالسة علمه وشريعاتي أبا ديرن إيش مكه ومدينة أبا ديرن إيش دولة مسلمانة أبا ديرن إيش دولة عربة أفشه داكي أبا تقوهزن نوب بارتوكت خواه بو جيهاني أبا تقوهزن بيجن بو روجكي أبا حقائقا چينو بيتا فشارتن بيجت كيا أفروكا الشيط خوبين تر رزا محمد عليه السلام بيجت أقرأ مهمي بيورا أم بكيشنو ببيوينو بينينو ببين دي در كفت محمد عليه السلام إيكانيا عظيم الرجال وعظيم في التاريخ وعظيم يبقى ما بقيت الدنيا بيشت او دي منت چند دنيا مايا ايكانه كو هر دي سانه بيشت دي منت عظيم دي منت زانا دي منت مظن دي منت مفكر دي منت فيلسوف دي منت عبقري هر محمد عليه الصلاة والسلام ودي منت قلد ما يكو الدنيا يجيك ادفت ام بزانين خوة تعالى وقت پیغمبر وفريكري لم يبعثهم عبثا خذ تعالى ايش قصده وانا نفري كده بل كو طيبت رحمه للعالمين بس جبر رحمه ببشرتي خذ تعالى بيغمبر افريكي وخذ تعالى ايش هر وقتك هر زمانك دميديتي كو بشريت تنالت نخوشي ظلمي تعدايه تخلف وجهالته خذ تعالى توان دماره بيغمبرك افريكي جارك دي تناهي وامناهي يزفران دي ودنياي يا سبحان الله يعني اگر پیغمبر نبن اگر وحي خود تعالى نيت عردي اگر منهج اسلامتي دنياي نبت هنگي بشريت تنولد هنگي بشريت اش بي طارستاني بو بي طارستاني مستحيلة برف خلاص بيني ببتشت صحابيكي بيروز بيجت بيشت يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي اري ازت روجت خدا از چند جار بيجم اللهم صلي على محمد يعني بيجت أفأجعل عشرها بيجت أجر مثلا بستشار ساعات مدة روجيدة أري يعني تقسيم الدهي بكم مثلا دو ساعات واز بيجم اللهم صلي على سيدنا محمد بيشتي هنجد بيشتي يا رسول الله أفأجعل ثمنها أفأجعل سبعها حتى بيشتي هنجد بيشت أفأجعل كلها بيشتا بيغمبري عليه الصلاة أي بيغمبري خدي أري أجر هر دم أزمان من شلبت بهندي بيجم اللهم صلي على سيدنا محمد أريد دي چه كار تكرين مكت دي چه فايدة المكت أي پیغمبري خوده أريد دي چه جهت من أي پیغمبري خوده دام قوي خب دينا وير ريداني
في قصتي دام بخو استفادة جي بكين دا أفريكا ببت طعنائك الوانكسا أي أفريكا بيجن أف مولده بوشي وصا هنا مزن القلم الدن أري موال في مولدي بتني يعني دي بحسي محمد كن عليه الصلاة والسلام أري هم وصا سر بورن صلوات نادن سر بيغنبري عليه الصلاة والسلام مجالس أجري ندن در حقي بيغنبري عليه الصلاة والسلام دا صحكيني صحابي بيروز وقت بيشتا بيغنبري عليه الصلاة والسلام أفأجعل لك كلها بيغنبري عليه الصلاة والسلام شبر سفدت اتبيجت إذن تكفى همك وغمك اگر توابكي اف برنامج ابو خدين تروجون التدا اف بيغنبري عليه الصلاة والسلام بحسنا كنا نقول بس مولدي دا يقولتي اگر تروجون التدا برنامج تا في شي ويبت تبر دوام بيجي اللهم صلي على سيدنا محمد إذن تزاني دا شلتايت تزاني برهمي تشيا تكفى همك وغمك تشخمجين عجزي قهر نخوشي سرت بنايت نزيكي تنابت خو تعالى جيانك خوش دي برزقتك خو تعالى جوي خوش دي تفاق ويزد خوش يكدي خو تعالى قلق حال نفسي ونخوشي وعجزي كآباب وتشيناكت خو تعالى دولتك ترازي بقضاء وقدري بي خو تعالى دولتك خوش ترين جيان دي بوريني أبا برهم هندية وقت مروف بشت اللهم صلي على سيدنا محمد أفريكا مسلمان برنامجت ويدا وقتي هر بينج فرزات كتو سناني هاي رواتبت هاين وقتي وتري هاي وضحايا هاي هين زانة چن جارة مروفت بيشت اللهم صلي على سيدنا محمد صدو چلو حفت جارة اگر افروكا من دوی سر دمي دا مليارك و تشتك سي صد مليون مروفت مسلمان افروكا سر بي عرديد جين اوانا بيك بر روجانت بيجن هاري كشوانا صدو چلو حفت جارة بيجت في مليارك و سي صد مليون لبدا يعني دي بت صدو تشلو حفت مليار جار اللهم صلي على سيدنا محمد خوي تعالى أفش بشرية تدفيت أفرو كيك بيجت مولدي دا تبيجي اللهم صلي على سيدنا محمد بدعايا أفرو كيك بيجت مولدي دا قدر قيمة ندى محمد عليه الصلاة والسلام خوي تعالى برنامجي مدى هرو وصوي تشيكري أمرو جان صدو تشلو حفت مليار جار بيجن اللهم صلي على سيدنا محمد كانت عظيمة ببيغنبري عليه الصلاة والسلام كان يأتي أفريكا بجن أمحش بيغنبري تكين عليه الصلاة والسلام وصل وقت مولد بسر مدتت أما وصل سر بورين حاجكو تشي نبيه كاننا قلق ضروري يا مروف بزاند قدر قيمتي في بيغنبري عليه الصلاة والسلام خو تعالى وصل بهاي داي خو تعالى في قدر قيمتي داي چوا أفريكا تدي دستا داهيلي چوا أفريكا كارتي كرين تنكت أف مولد وقت بسر تدابيت چوا أفريكا تو بيجي اس حش بيغنبري تكم عليه السلام بس تش بينغافو تش تشتكي عملي تو ديارناك يو بيغنبري عليه السلام وقت هندك بيجي اس حش مال خدكم بس ديزيكارش مستانت وقت هيك بيجي اس حش مال خدكم بس ديزيكارك هات اون ريغرك هاتش مال من ازدري خستم و تشب متشي نبي افا نحجي كرنا افا عقلش دزدانا او كساني حشي مقابلي بكت حش تشتكي بكت جبروي تشتي دي خوفناكت دي بينغوف اوفيجت دي كريوري كيكت دي دي التاثير اللي بكت اس حش فلانكاس يتكم وفلانكاس وصى عندك هو مثلا الدينين وسط قطن وسط ايشينين او سحكتي ابا انا حاجه كرنا حاجه كرن اوا تو بتشي توليفكي حاجه كرن اوا تو بتشي برام بروي تو مش دسي خلاص كي تو برافوني بك ابا حاجه كرنا سي واجبات تهين افريكا در حقي بيغمبري على صم سرما ام بكين ايش وانا الحب حاجي كنا في بيغنبري عليه السلام اف حاجي كنا شو بيدود بالعلم والمعرفه افريكا اگر وقت مولد بسر مدتيت ادفت افريكا محاضره در حق بيغنبري عليه السلام بخوينم بزانم دا بزانم كو بيغنبري چه از دايا والاتباع سر من واجبه ديفچون اف ديفچون دي چه چي بيت محتاجي مجاهده والنصره اف سر من واجبه الحب والاتباع والنصره ما قلت حاجة كرين تشينابت إلا تعلم معرفتها بد اتباع جبوت تشينابت إلا هدفت مجاهدي بكي خب وسطيني والنصرة تشيا تكون بالبذل والتضحية خب وسطيني خب تعبيني سيدي أبلا بكي كتابة توزيع بكي خلكي أقدر بكي نصيحة الخلكي بكي فرمدت بيغنبري عصام بقيني يا خلكي أهفيا واجب سرما أم بكين در حق بيغنبري عليه الصلاة والسلام أبروك أجر برسالة جلك مسلمان بكيني. تبتش سيرة بيغنبري عليه الصلاة والسلام الزاني.
بس تزانت بيغنبر الكيريش دايك بيا وحتى شري بدري بس اللي حتى ويري تزانت مواقف دي شبكين يا أمريكا دجمن قال لك سر هندي شولتكن بس بحث جانبي عسكري تكني بيغنبري عليه الصلاة والسلام بل كو جانبي عسكري وغزوات بيغنبري عليه الصلاة والسلام جياناوي ده سهش صدي بي حفتش صدي بيغنبر عليه الصلاة والسلام جيانا خب تنائي إمناهي بسلمي بوراندي اگر مكه بيغنبر عليه الصلاة والسلام در نئي خستبوا اكشر جهند بين بيغنبري عليه الصلاة والسلام ومقابلي بس مكه دائما دست پیش خر بی هر شرکی چی بوبا دست پیش خری دشمن بی دشمن دست پیش خری کری حتی پیغمبر علیه السلام براوانی کری اف دینه دین الرحمه اجبر هنده دیت مروف هشیار بتل دشمنی هشیار بن جانبی عسکری بتنی بحث نکن هفتش صده جیان پیغمبر علیه السلام ابتنایی امناهی بسلمی بوراندی اسلام دینه که منهجی و عملیه حتی تو دین اسلامتی عملی تطبیق نکی برهم و فیقی وی تو نابینه مستحیله هندک جحیل افریکت وی سردمیده منهج پیغمبری علیه السلام تطبیق کری صدا صد گهشت دینه مسترین شرکات دنیای الویری شورد کن مسترین راتبی وانایا مسترین شرکات داخواز وانایی کری چمکنی ایگوتی هندک صفات الوه دولت روش آفا پیگ و هم لب گرین هم پیدا ناکین چمکنی بن فرمودت پیغمبری علیه السلام هاتی نه پرورده کرن تطبیق که عملی سنت پیغمبری علیه السلام سر خواهی تطبیق کری حتی گهش نبی آستی ما گوت محبت و اتباع و نصره ای کشوانا چنابت بیدی چنابت تو حش پیغمبری بکی علیه السلام اتباع نکی و نصرت نکی چنابت تو نصرت بکی و اتباع و محبت دفتن بد هر سی پیک بگیری دای نه آوه دین اسلامتی آذی برهم و فیقی ویجک اگر تو وانکی عقیده بوتا پیدا نابد اگر عقیده پیدا نبی تو نای گوهورین و جاده جاره که خودی نکت یعنی شهوات و ملادات دنیای او دیل برته به تشتیت مقدس دی سر خود وانا چمینی او کسانی افریکا بن منهج اسلامتی خود پرورده نکت و منهج اسلام راضی نبد و نبت عبدك يدرس بوخد تعالى بس بينغوفك ايش ديني اسلامتي ودربت او بيشك دي بت عبدي شهواتا بيشك دي بت عبدي دنياي بيشك دي بت عبدي سيارة خوا عبدي دينار خوا عبدي هر شهواتك ملذاتك هب الدنيا ده افا ظاربو هندي يا وقت مروف منهج اسلامتي الرازي نبت بمنهج بيغمبري على السلام رازي نبت افا ظاربو دانويا والعياذ بالله دمائي دي بيجني يا ربي والما بكا اش حاجة كرت بيغنبري عليه السلام يا ربي تهارو كارو بشتواني مبي ام ديف منهجو سيستمو برنامجي بيغنبري عليه السلام بچين دام بن شفاعة طيب كبين رجاء قيامته هذا والله المستعان وهو المعين والحمد لله رب العالمين. Yeah.